حاله، الحاله ديت اللي جت من دوله الامارات كانت في مصر بتتنقل من اكتر مستشفى والثانيه انها بتتحجز على اشتباه زايده اشتباه كيس، اشتباه زايده اشتباه كيس. لو جينا بصينا للحاله دي، حد سافرت بعد كده الامارات على اعتبار ان هو كان شويه الم في الحوض عاديين، وبعدين دخلت عمليات هناك على اعتبار ان الدكتور يشيل الكيس ده. فلما دخل حاول ان هو يسلك الكيس ده، فالكيس تقريبا ما تسلكش معاه لان في هنا التصاق قوي بالقولون، زي ما حضرتك شايفين القولون اهو، وادي هنا الزايده ارجع ورا، ده القولون هنا، وهذا القولون جاي من عنده، الزايده طالعه من المنطقه دي واصله لحد الرحم وملتصقه في التصاق محترم هنا اهو. وده يبدو ان هي حصل فيها اكتر من كذا مره التهابات، وبالتالي ادت الى الالتصاق من هنا. من قدام في التصاق قوي ما بين المثانه وما بين هنا ورمين ليفيين عبط جدا او صغيرين. خش كده مع بعض الكاميرا هنا، ايوه ده هنا تسليكه الالتصاق البسيط ده اهو هنا. بنفتح ده بهذا الشكل، ده التصاق عادي فتح معانا اهو، كان دي حاجه ما بين المثانه وما بين الرحم، وهنا عندنا ده ورم ليفي صغير. حالا الناس تخش العمليات يتشال الحته الصغيره دي، وبعدين يقول لك انا شلت ورم ليفي، ده هو ده ورم حاجه صغيره خالص، بذره ليس لها اي قيمه انها تتشال، ولا دي عمليه انها اصلا تتعمل. هنسلك الكيس دوت ونخرجه، نرجع نحافظ على المبيض ونفك التصاق القولون دوت والزايده، ونوري حضراتكم المنظر النهائي. ولكن القاعده اللي بتقال هنا ان الالتهاب المزمن للحوض وبدايه الاكياس الدمويه بتخلي الحوض كله متجبس ما بينه وما بين بعضه. وفي حاجه هشرحها لكم النهارده مهمه جدا جدا، بتتظلم فيها دكاتره كتير قوي، هشرحها لكم عشان الناس تبقى فاهماها كويس قوي في حته الالم المزمن في الحوض. شكرا.